السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا دكاترة؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا كويسين بأحسن حال. أنا زميلتكم بسمة الرومي في الفرقة الرابعة علاج طبيعي جامعة بنها. إن شاء الله النهاردة هكون معاكم في شرح المحاضرة الخامسة Amputation 2. المحاضرة دي بسيطة خالص بس فيها شوية تفاصيل كده محتاجك تبقى مركز معايا فيها. هركز لك على الحاجات اللي الدكتور بتحب تجيبها في المحاضرة من المحاضرة دي في الامتحان. المحاضرة بجد سهلة 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 بس فيها تفاصيل، عايزاك تبقى مركز معايا. جددوا النية وصلوا على النبي كده، تعالى نبتدي المحاضرة بتاعت النهاردة. انت كدكتور علاج طبيعي قبل ما تشتغل مع حالة بيكون في مين جولز كده وجنرال جولز انت بتحاول توصل لها، في حاجات طول ما انت شغال بتركز انك تعملها ايفالويشن وتتأكد انها تمام وان انا مكمل صح وان انا العيان معايا بيتطور وان الحالة بتتحسن، وده شايفه نتيجة ان انا بعمل ايفالويشن من اول يوم. اول يوم كانت الحالة كذا، بعد فترة من عملية الريهابليتيشن وعادة التأهيل انا وصلت لكذا. تعال نبتدي اول حاجة بالبوست سيرجيكال جنرال جولز. ايه الجولز اللي انا ببقى مركز عليها بعد العمليه على طول؟ اول حاجه ان يحصل هيلينج للريزيديوال لم، لازم 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 يكون حصل كومبليت هيلينج. وهنت كده مهمه انه انا على قد ما اقدر يعني مش بشتغل غير بعد ما يحصل كومبليت هيلينج لللمب ده. ابروتكت اللمب ده خصوصا لو كانت المشكله في الفاسكولاريتي بتاعه اللمب ده، ابروتكت من هو يحصل له خبطه جديده او تروما جديده او يبقى فيه انجري جديد، احميه من انه مثلا العيان يكون بينام على اللمب ده فيحصل بريشر فالانسيجنز تفك فيبقى فيه مشكله. احاول على قد ما اقدر اخلي اللمب ده بروتكتد. يعني اعلم العيان الاندبندنسي في الترانسفير والموبيليتي. الجول بتاعك كدكتور علاج طبيعي اساسا انك تحاول تريستور الفانكشن الطبيعيه بتاعت العيان، وتعلم العيان الاندبندنسي ان هو يعمل الحركات وان هو يعيش حياته ايا كانت بقى المشكله اللي عنده امبيوتيشن او غيره، ان هو يعيش حياته بشكل اندبندنت ان هو ما يكونش معتمد على حد. فمن اهم الجولز اللي انا بشتغل عليها الاندبندنسي بالنسبه للعيان، سواء في الترانسفير ان هو ينتقل من السرير مثلا للويلتشير بتاعه او ان هو يتحرك من الاوضه للتويليتس او ايا كان. يعني الفكرة ان انا اعلم العيان ان هو مبقاش معتمد على حد وان هو يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي على قدر الامكان. يعني ادمنستريت بروبر بوزيشنز، هل مهم ان انا اعلم العيان بوزيشن صح؟ هو العيان ما بيعرفش يقعد مثلا، او العيان اللي عامل امبيوتيشن ما بيعرفش يقعد. اقول لك يعني ايه الكلام ده. جسمنا او مخنا عنده صورة كده لجسمك ان هو البني ادم ده عنده دراعين عنده رجلين، ادي الراس موجودة فوق الترنك، ده الشكل بتاعك في دماغك او دماغك مخك حافظ ده شكل. لو انت وانس بعد الشر حصل امبيوتيشن لاي حد، فالامبيوتيشن دي مخك لسه مش واخد الصورة الجديدة بتاعت الجسم، هو ناقصه جزء معين. مخك لسه مستوعب ان انا عندي ايدين ورجلين والشكل الطبيعي بتاع البني ادم. طيب انا ببدأ اعلم العيان بقى البوزيشنز الصح كأنه من الاول خالص، بعلمه من الاول خالص ازاي يقعد ازاي يتحرك ازاي يشفت الويت بتاعه ازاي يحافظ على البالانس بتاعه وهو قاعد، ازاي ما يقعش وهو مثلا وهو قاعد وجاي يقوم ما يروحش واقع على الارض، لا يقوم بطريقة صح. كل دي حاجات انا بعلمها للعيان لان هو اصلا يعني ما تقوليش العيان عارفها، العيان ماشي قبل الامبيوتيشن كان عارف ده، بعد الامبيوتيشن ده انسان جديد خالص، مخه بيبدا يكون الصوره الجديده دي. فانت دورك كفيزيو بقى انك تساعد دماغ العيان ده ان هو يكون الصوره بعد الامبيوتيشن وان هو يتعلم الحركات الجديده يبقى حافظها. يعني انت مثلا ما بتفكرش وانت بتمد ايدك تجيب كوبايه الميه صح، لان مخك حافظ ان ايدك موجوده هنا وحافظ الحركه بالظبط وحافظ بمد ايدي ازاي والعضله بعمل لها مثلا يعني فليكشن اكستنشن بديجلي قد ايه، خلاص هو حافظ الحركه دي. انا بقى بعلم العيان او بساعد العيان بقى بعد الامبيوتيشن ان مخه يحفظ ان جسمه بقاش فيه لمب معين فيحفظ الحركات من غير اللمب ده. فاهمين ازاي ان هو يبدا يتعلم يمشي ازاي من غير اللمب الموجود ده، او لو كانت الامبيوتيشن في ايده يتعلم ازاي مثلا يمارس حياته الطبيعيه بقى والاكتيفيتي ديلي لايف من غير الجزء اللي حصل له امبيوتيشن ده. حاجه مهمه جدا 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 الحاله السيكولوجيه للعيان ده.
وارد جدا، ومفيش لوم على العيان ده ان هو يدخل في حالات اكتئاب وانه يبقى مش طايق نفسه ومش شايف ان هو ممكن يعيش بعد ما يحصل له امبيتيشن، ان هو فقد جزء مهم جدا، فقد جزء من جسمه. فصعب على العيان بعد الامبيتيشن ده، سواء كان نتيجه مثلا تروما او نتيجه حاجه عمليه، مثلا حد عنده مثلا الليمب كان فيه جانجرين او كده واضطر الجراح ان هو يشيله، صعب على العيان ان هو يرجع يمارس حياته بشكل طبيعي. واصعب كمان لما يكون ده بسبب تروما، ممكن يكون شاب زينا كده وفجاه بقى مضطر يتعامل من غير لمب، فالموضوع بيبقى صعب، والموضوع محتاج حد سايكولوجي يكون موجود معاك يديله سبورت، العيله بتاعته يكون عندها ادراك لانه حياته مش هتقف عند الامبيتيشن، وان هو ان شاء الله باذن الله هيقدر يكمل حياته. سادس حاجة من الجولز الأساسية اللي أنا محتاجة بعملها ست كده قبل ما أبدأ البروجرام بتاع الرهاب بتاعي مع العيان، أن أنا بعد كده هعلمه البروسيس أوف بروستيك ريهابيتيشن، أن أنا هبدأ أعلمه يلبس طرف صناعي ويتعامل بالطرف الصناعي ده كأنه جزء من جسمه الحقيقي. طيب أنا بقى طول وقت الريهابيتيشن بروسيس في حاجات بعملها إيفالويشن، ببص على العيان أزهول، أنا بتعامل مع بني آدم مش ماشين، فأنا ما ببصش بس على الجزء اللي حصل فيه أمبيوتيشن، أنا عندي بني آدم كامل ببص عليه من كل الجوانب، ببص على الرينج اوف موشن بتاع كل الجوينز، بركز على الحركة بتاعة الجسم كله، لأن أنا مثلا محتاج الأبر إكستراميتيز لو عيان مثلا عنده أمبيوتيشن ترانستيبيال أو ترانسفيمرال أي حاجة في اللور لم، فأنا محتاج الأبر إكستراميتيز يكونوا أقوية ويكونوا يقدروا إن العيان يستخدمه مثلا هو ماشي بالكراتشز او هو بيستخدم الووكر علشان يتعلم الامبيوليشن بعد ما حصل له امبيوتيشن، تمام، ان هو يمشي يعني تاني بعد ما حصل له عمليه الباتري دي، فانا محتاج مثلا الابر اكستريميتيز بتاعه يكون اقوي، فانا ببص على العيان از هول، ما ببصش على الجزء بس اللي انا اللي حصل له مشكله. وده مهم ليك كدكتور علاج طبيعي، انه مثلا لما عيان يجي بمشكله في الشولدر ما بركزش بس بالموداليتيز وبالتكنيكس بتاعتي اللي انا عارفها ان انا احل مشكله الشولدر، اعمل اسسمنت لباقي العيان، يمكن المشكله مش 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 مش, مش المشكله مش جايه اساسا من الشولدر، ممكن حاجه تانية والشولدر ده عرض للمشكله، فانت دكتور مش تكنيشن، مش بيجي لك الحاله انا عندي كذا فانا بشتغل عليك على كذا، لا انا ببص عليك از هول وببدا اشتغل بالانترفينشن بتاعتي والتكنيكس بتاعتي والحاجات اللي انا ايه اقدر بيها اريستور الفانكشن العيان تاني على قد ما اقدر. طيب البوست سيرجيكال ستاتس، الحاله بتاعت العيان، الكارديو فاسكولار والريسبيراتوري ستاتس، برضو مش هكلمك عن الحاجات دي، انت دكتور بطن قد الدنيا دلوقتي، بس انت عارف ان بعد العمليه ونتيجه الانستيزيا ممكن يكون في بعض الديستربنسز في السيركيليشن، ممكن الكارديو فاسكولار سيستم والريسبيراتوري سيستم يتاثر ويكون عندي مشاكل في العيان ده. برضو من الحاجات اللي انا بكون مركز معاها لو العيان ده دايابيتك، لان الدايابيتك بيشنتس عندهم دايما امبيرد سيركيليشن، فصعب ان هو مثلا بعد العمليه البوست سيرجيكال اديما يحصل لها نتقل او كده، لان اصلا السيركيليشن عنده فيها امبيرمنت، فانا لازم اركز مع العيان الدايابيتك. انفكشن، ان انا اركز ان الليمب ده ما يحصلوش انفكشن، ان ده هيدخلني في دوامه كده اصعب من دوامه الامبيوتيشن نفسها. البين، وهو بيبقى اكتر عرض العيان بيشتكي منه اصلا، في حاجه سبيسيفيك كده للامبيوتيشن اسمها الفانتوم ليمب، هنتكلم عنها في باقي المحاضره ان شاء الله. زي ما قلنا نتاكد من الفاسكولاريتي انها كويسه وان العيان الحاله الستيتس بتاعته مستقره وكده. الفانكشن ستيتس، انا ببدا اشوف العيان بعد الامبيوتيشن الفانكشنز اللي هو بيقدر يعملها ايه، وببدا ايفالويت بقى شغلي لحد ما اوصل معاه الماكسيمم فانكشن هو يقدر يعملها بعد الامبيوتيشن. البيد موبيليتي والترانسفير، انا ببدا اعلمه الحاجات دي وببدا ايفالويت هو العيان بادئ معايا كان بادئ معايا مش بيعرف يتحرك، لا انا بدات اعلمه ازاي يقوم من على السرير، ازاي يقعد على الكرسي، ازاي ينتقل من على الكرسي مثلا الكراتشز، ازاي ان هو يمشي بالكراتشز دي لحد التويليتس مثلا وهكذا. ببص على العيان از جروس رينج اوف موشن، زي ما قلنا ما بنركزش على جزء معين، وبرده مهم الان امبيوتيتد اكستريميتي ان انا اركز معاه جدا 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 زي ما بركز مع الامبيوتيتد لمب بالظبط. طيب في بقى البلان بتاعتك كفيزيو انك تبدا تتعامل معاها، انا ببدا اول حاجه ان انا اعلم العيان بوزيشنز اللي هو افويد فيها الكونتراكشن. الكونتراكشن ده اصعب حاجه ممكن تواجهني في عيان الامبيوتيشن
لان هو بيصعب عليا مرحله الريهابليتيشن. انا ممكن باجي اعلم العيان مثلا ان هو يتعامل ويتحرك من غير الليمب ده، فافاجئ ان انا عندي كونتراكشر في الهيب مثلا، فاصلا الجوينت مش بيتحرك، الجوينت فيه قافش كده وليميتد رينج اوف موشن. فانا هبدا الاول ان انا اعالج الكونتراكشر ده، وبعد كده اشتغل معاه بالتكنيكس، فده هياخر العمليه بتاعه الريهابليتيشن بتاعتي. فانا من البدايه اعلمه البوزيشنز الصح ان انا افويد فيها الكونتراكشر، او افويد الاوفر ستريتش على بعض العضلات اللي ممكن يخليها ويك. انا بتعلم البوزيشنز الصح. تاني حاجه ان انا بعلم العيان الستاندنج بالانس والترانسفير اكتيفيتيز. زي ما قلنا من شويه الترانسفير اعلمه ينتقل مثلا من السرير للكرسي الويلتشير بتاعه او العكس. اعلمه الستاندنج بالانس، وده هيقودني ان انا اخلي العيان بيقدر يعمل موبيليتي كويسه اللي هي رقم 3، سواء كان بالكراتشز او بالووكر او اي طريقه تانية انا علمتها له. رابع حاجه في البلان بتاعتي كير للريزيديوال لمب وبروتكشن للريزيديوال لمب ده از بوسيبل، يعني على قد ما اقدر احافظ على الريزيديوال لمب ده، اقلل الاديمه فيه، اقلل السكورز، اقلل انه يكون فيه ان هو يكون عرضه ان هو يتخبط. ببدا اعلم العيان ازاي يقعد، ازاي يقوم، ازاي وهو نايم مبقاش عامل بريشر جامد على اللمب ده، وهكذا. طيب واهم حاجه بقى في الاخر ان انا اعلم العيان ان هو يتحرك ويمشي، يعمل امبيوتيشن لو كان الباتري ده مثلا في اللور اكستريميتي. يعني ببدا اعلم العيان من البلان بتاعتي ان انا اوصل بيه ان هو يبدا يتحرك ويمشي بالطرف الصناعي، ويبدا يعيش حياته كانها حياه طبيعيه جدا وكانه ما حصلش حاجه، لان دوري كفيزيو ان انا اوصل بيه للماكسيمم فانكشن. طيب اول حاجه هنتكلم عنها بقى هي الريزيديوال لمب كير. بيقول لك يا سيدي الريزيديوال لمب كير عشان ابدا اتعامل لازم يكون حصل كومبليت هيلينج للسوتشرز والخياطه بتاعه الجرح بتاع الامبيوتيشن. يعني لازم يكون الإديمة البوست اوبريتيف إديمة اختفت او قلت، وهنتكلم كمان دقيقتين بالظبط ازاي هنقلل الإديمة. لازم يكون السوفت تيشو والماسلز والسكن والفاشيا كل الحاجات دي ما فيهاش مشكله، ما فيش تايتنس، ما فيش سكارز، ما فيش حاجه هتعطلني ان انا بعد ما اقلل الإديمة وكده ابدا بقى البس العيان الطرف الصناعي ده، وابدا اعلمه بقى ان هو يتحرك بالطرف الصناعي، لان الطرف الصناعي وانس العين لابس الطرف الصناعي هيبقى فيه بريشر على الريزيديوال لمب. يعني مصطلح الريزيديوال لمب ده بنقوله على الجزء المتبقي من اللمب بعد ما حصل امبيوتيشن. فانا بضمن او بحاول على قد ما اقدر اشتغل بطريقه ما تخليش عندي مشاكل او بريشر كده. اللمب الريزيديوال لمب ده بياخد تقريبا من 8 ل 12 اسبوع عشان يحصل هيلينج كامل، وابدا بقى ان انا ايه اعلمه يتحرك بالطرف الصناعي. بس هل في الفتره دي انا ما بعملش تمارين؟ بالعكس، ده انا لو عرفت اعمل تمرين مش بس من اول يوم بعد العمليه، ده من قبل العمليه كمان. لو انا عارف مثلا ان العيان ده حد عنده جانجرين او كده وهيحصل له امبيوتيشن، لو عرفت ده وعرفت ابدا مع العيان تمارين واكسرسايز مثلا كور اكسرسايز عشان احافظ على البالانس بتاع جسمه وحاجات تانية كتير كده، واقوي الاور اكستريميتيز قبل ما يحصل امبيوتيشن، ده هيساعدني جدا جدا جدا، وهيسرع معايا عمليه انه العيان يهيل بسرعه، وانه بعد ما يعني بعد الامبيوتيشن بقى ابدا انا معاه بانترفينشنز وحاجات تانية اعلمه ازاي يتحرك لحد ما اوصل بيه الفتره بعد ما الجرح بقى يلتئم كده، ابدا اركب له طرف صناعي. فده هيسهل عليا جدا ان انا مقوي المسلز، ان انا معلم العيان اصلا ازاي يعمل بالانس كويس وهكذا. فلحد ما ركب الطرف الصناعي انا برضو بفضل شغال معاه، يعني من اول يوم بعد العمليه بشتغل معاه. ولو عرفت زي ما قلت لك لو كانت المشكله فاسكولار في فاسكولار يعني وعارف ان هيحصل امبيوتيشن من قبلها كمان ابدا اشتغل مع العيان. طيب ايه هي بقى الموست افكتيف ميثود ان انا يعني تسهل عليا البروستيك فيتنج؟ الريجيد دريسنج. الريجيد دريسنج اي نعم غالي، بس هو اكتر حاجه افكتيف، هو حتى افكتيف اكتر من الالاستيك راب والشرينكر اللي هما بيستخدموا في اللي هما يقللوا السايز بتاع الريزيدي واللم. فالريجيد دريسنج ده اكتر حاجه افكتيف، الدكتور اكدت على المعلومه دي، وعلى فكره بتجيبها في الاسئله. طيب بنتكلم بقى دلوقتي عن الالاستيك راب والشرينكرز. الالاستيك راب العيان بيابلاي الالاستيك راب او البنداج ده 24 ساعه، هو على طول عامل بريشر على الريزيديوال لمب عشان يقلل الاديمه، علشان ابدا ارجع تاني بقى يعني اتحرك واعيش حياتي كده كدكتور. انا لازم يكون الاديمه عندي قلت وخفت، العيان بيفضل لابس
الراب ده او البنداج ده 24 ساعه مش بيفك بس غير اكيد بقى البيض يعني ما مش مشكله. بيقول لك يا سيدي ان الالاستيك راب والشرينكرز هما يعني سلو بروسيس في الديما ريدكشن بس هما افكتيف. بس مين اكتر واحد افكتيف زي ما قلنا؟ الريجيد ديسنج. مهمه 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 وهتجيلك سؤال انا بقول لك اهوتي. بيقول لك يا سيدي ان العيان برضو في مشكله في العيانين اللي هم عندهم دايابيتس او مشاكل رينال ان هو ده كمان بيأخر معايا فكره انه يحصل ريدكشن الاديمه بسرعه لانهم اصلا عندهم امبيرد سيركيليشن فده بيصعب عمليه ان الاديمه تخف يعني وبيأخرها شويه يعني. ماشي تعالى بقى نتكلم عن الرابنج ريزيدوال ليمب رابنج. لما تيجي تدي العيان رباط ضغط وتقول له خد اعمل رابنج العيان دايما بيتند ان هو يعمل سيركلر رابنج يبدا يلف رباط الضغط كده دوائر 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 دوائر. هو ده كويس بس مش دايما وفكره ان هو مش افكتيف خالص لان هو ساعات بيعطل عمليه الهيلينج. ده كمان مش بس كده ده ممكن يضغط لي على اللمب ده فيعمل بلبس يعمل اند كده معبيه ميه وفيها مشكله فيبقى مشاكله اكتر من النفع اللي جالي من الرابنج ده. طب ايه هي انسب مانر؟ هقول لك قدام مش هقول لك دلوقتي خليك مركز معايا بقى. بيقول لك يا سيدي لو حصل الامبيوتيشن ده ترانستيبيال فالعيان وهو قاعد ممكن يعمل رابنج بس لو كان ترانسفيمورال. طب انت عارف يعني ايه ترانستيبيال وترانسفيمورال؟ لازم تكون ذاكر المحاضره اللي فاتت. لو كان الامبيوتيشن ده ترانسفيمورال فهيبقى صعب على العيان وهو قاعد ان هو يعمل رابنج لان هو ممكن يقع او كده. بيقول لك العيانين الكبار في السن اصلا بيبقى صعب انهم يعملوا بالانس في الستاندنج بوزيشن هو الايه الرابنج. طيب ايه شكل الافكتيف بانداج؟ والله الافكتيف بانداج لازم يكون فيه كم كاركتر كده مهمين. اول حاجه ان هو يكون سموث وما يكونش فيه رينكلز ولا فيه كلاكيع ولا الخيط متني البنداج اللي هو الرباط الضغط ده متني او مش مفروض كويس او كده او مثلا فيه قطع او كده. لازم يكون سموث ورينكل فري. تاني حاجه الانجلر تيرنز. احنا قلنا ان السيركلر راب ده مش اكتر حاجه افكتيف. طب مين بقى اكتر حاجه افكتيف؟ حاجتين الانجلر تيرنز او فيجر اوف 8. لو جينا نرتبهم من الاقل يعني من الاوحش الاحسن هحط السيركلر بعد كده ايه الانجلر بعد كده الفيجر اوف 8 احسنهم واكتر حاجه افكتيف فيهم هو الفيجر اوف 8. طيب من الكاركترز بتاعت البنداج الصح والافكتيف اللي يديني الكفاءه العاليه انه يكون كمان بيبقى ابلاي بريشر من فروم ديستنس تو بروكسيميت. البريشر يكون برضو يعني مش بريشر عالي قوي لدرجه ان انا خانق الفيسلز وخانق النرفات اللي حوالين المكان ده ولا هو لاكس وملوش لازمه يعني كان لازمته ايه البنداج لو انا هعمله لاكس ومريح كده. طيب مهم بعد ما بعمل بنداج ان انا اثبته بسواء تيب او سيفتي بينز. وخد بالك ان الكليبس مش اكتر حاجه افكتيف لان هو ممكن يعور يتفك ويعور لي الجلد وانا في غنى عن ذلك يعني انا مش ناقص مشاكل كفايه المشاكل بتاعه الامبيوتيشن خليني بس اتعامل مع الامبيوتيشن يعني. نسالكم شويه اكتر حاجه افكتيف بالنسبه للرابنج هو الانجلر رابنج او فيجر اوف 8 رابنج. ده مهمه وعلى فكره الدكتور بتحب تسال في الحته دي. طيب اتكلمنا دلوقتي عن حاجه بتقلل القديمه وهي الالاستيك راب. نكمل كلامنا في الريزيدوال لمب كير عن الحاجات اللي بتقلل القديمه وهي الشرينكر. الشرينكرز مهمه جدا جدا جدا. الشرينكر جاي من اسمها كده الشرينكر حاجه بتشرينك بتضغط بتقلل السايز بتاع اللمب. زي ايه او فكرتها ايه؟ هي عباره عن حاجه زي شراب كده او سليف او كم من ماتيريال معينه بتابلاي بريشر على الجزء اللي هو فيه قديمه وبتقلل لي القديمه دي بشكل ملحوظ يعني وهي افكتيف جدا حتى افكتيف اكتر من الالاستيك راب. هي مش محتاجه بقى ان انا اتعلم يكون عندي تكنيكس معينه ان انا اتعلم بيها الرابنج ده هي يدوب انا بس بلبسها وهي بتقبل البريشر المناسب والبريشر المطلوب علشان القديمه تقل. ماشي بقول لك يا سيدي في الترانستيبيال امبيوتيشن العيان بيلبس الشرينكر ده لحد المدسول. ومهم جدا الشرينكر ده بيكون ديزاين بيكون فيه سيلف سسبندنج ان هو متعلق كويس يعني. وفي العيانين اللي عندهم هيفي تايز ببدا اديشنال سسبنشنز نظم تعليق زياده يعني زي حاجه اسمها الجاريتر اللي هو علقه الشراب. الشرابات الطويله دي بيبقى ليها
علية كده نفس الفكرة مع الشرينكر أو الويست بيلت زي ما في الصورة كده موضح معاك. بيقول لك يا سيدي لو العين أوبيز قوي فده بيبقى فيه عندي مشكلة يعني شوية في الشرينكرز، فهم كارنتلي بدأوا يعملوا حاجات للعينين الأوبيز يعني. المهم إن الشرينكر هو عبارة عن حاجة إلاستيك كده بماتيريالز معينة بتأبلاي بريشر على اللمب وبتقلل الإديمة بشكل ملحوظ قوي يعني. ومهم جدا 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 يكون في حاجة اسمها بروبر سسبنش. طيب الصورة دي حلوة قوي، استنى شايف الخيوط دي، تعالى يا بوينتر، شايف الخيوط دي هي دي ان انا بعمل بها تعليق، ان انا بثبت بيها الشرينكر من فوق علشان ما ينفعش البس البس العين شرينكر وفي الاخر ما ربطوش كويس فيبقاش له لازمه فيبقى فاكك فيبقى مريح، فانا كده ما استفدتش اي حاجه، لازم يكون في بروبر سسبنشن. طيب خد بالك بقى وانت بتعمل تقفل الشرينكر ده ما تعملش تورنيكيه، ما تضغطش جامد قوي، نفس فكره السيركلر مانر لما تعمل تورنيكيه وتلف جامد كده ده بيديني يعني اضرار اكتر من النفع بتاع الشرينكر، ان انا ممكن اعمل مشاكل للعيان ده، ده انا ممكن ده انا كمان هعطل ان الاديمه تطلع من فروم ديستال تو بروكسيمال، لان انا اصلا قافل بروكسيمال ده، انا عامل تورنيكيه انا عامل ربطه عامل عقده بروكسيمال، فانا كده موقف مسار ال الليمف درينج يعني، فايه لازمتها بقى؟ فخد بالك يكون السليبنج يعني منطقي ويعني ببريشر كويس. طيب بيقول لك يا سيدي ان الشنكر هو ايزير من الالاستيك بانداج زي ما باين في الصوره، اكيد الشنكر ان انا البس شراب كده مره واحده واباي بريشر ان انا محتاجه اسهل بكتير من ان انا ابدا اتعلم الرابنج، وفي الاول انا كبيشنت ما بكونش عارف ده، فمحتاج الفيزيو ان هو يعلمه لي وحوارات كده، وممكن مره الرابنج يكون ضاغط قوي، ممكن مره يبقى لاكس شويه، فمحتاج تكنيكس ومحتاج سكيلز معينه، فانا في غنى عن ده كله، ما البس شرينكر وخلاص، ما البس العيان شرينكر وخلاص، ويبقى انا كده ايه خدت البنفيتس اللي انا عايزها، هو اغلى سنه بس افكتيف اكتر. بس مين احسن منهم هما الاثنين؟ اوعى تنسى الريجيد دريسنج، برافو عليك. طيب بيقولك يا سيدي الشرينكرز هما اغلى شويه، وكمان لما اللمب بيقل في الحجم فانا محتاج شرينكر اقل في الحجم برضو، ده يعني كوست عالي على العيان، بس هي حاجه افكتيف وحاجه يعني مهمه ان العيان يكون اسهل له لو هو مش بيعرف يعمل رابنج يعني. ماشي يا سيدي، الشرينكرز مهمه بقى النقطه دي قوي قوي قوي، الشرينكرز ما بنعملهاش ابلايمنت الا بعد ما يحصل كومبليت هيلينج للانسيجنز. انا قلت لك من شويه ان انا على قد ما اقدر مش بشتغل غير لما احصل كومبليت هيلينج، لان يعني تخيل معايا قد ايه الموضوع ده صعب. ممكن تلبس العين الحاجه اللي شبه الشراب المقفوله من تحت دي على الجزء اللي حصل فيه امبيوتيشن ولسه الخياطه ما لمتش، فالخياطه وهي بتلم او الجرح بيلم بياخد بعض الانسجه من انسجه السليف او الشراب اللي انت ملبسه له ده، فبيبقى صعب قوي يعني. تخيل انا لما اجي اشيل الشرينكر ده هبدا اعمل جرح جديد ان انا هشيله من اللحم اللي هو لحم فيه، يعني انت متخيل قد ايه الموضوع صعب. فمهم مهم مهم ان انا عمري ما بعمل ما بلبس العيان شرينكر الا ما بعد ما يحصل كومبليت هيلينج وتوتال هيلينج للجرح والسوتشز اللي تروح للجراح بقى ويبدا يفك السوتشز دي. طيب تمام، احنا بقى لنا حبه حلوين عمالين نقول ان الالاستيك راب هو اوحش من الشرينكرز والشرينكرز يعني فل الفل، هم عملوا بقى ناس فاضيين كده عملوا لك دراسه بيقول لك يا سيدي والله احنا اكتشفنا ان في يعني ساعات بيكون الالاستيك رابنج هو مور افكتيف عن الشرينكرز، خصوصا لو العين ده ترانستيمبيال امبيوتيشن، دراسه ملهاش لازمه ويعني فكك منها. طيب احنا اتكلمنا من شويه في ريزيديوال لمب كير، دلوقتي هنتكلم عن ان انا هبدا اعلم العيان البالانس والموبيليتي والترانسفير. ايه الفرق بين الثلاثه؟ البالانس ان هو وهو قاعد يكون بالانس، ما يكونش هيقع، يكون قادر يحافظ على الابرايت بوستشر مثلا، او لو هو واقف يكون واقف كويس والبودي ويت بتاعه متوزع كويس، سواء كان على بقى كراتشز هو واقف مستخدمهم او واللمب اللي هو الموجود بقى، او لو هو عنده مثلا لابس طرف صناعي واقف على اللمب الموجود اللي هو اللي ما حصلوش امبيوتيشن يعني، وكمان مستخدم كراتشز، ازاي يوزع البودي ويت بتاعه على ده ويبقى واقف في بالانس. الموبيليتي ان هو يتحرك من مكان لمكان،
من اوضه لاوضه، من يروح الشغل يروح الجيم، ان هو يتحرك يعني. انما الترانسفير ان هو ينتقل من حته لحته، يعني مثلا من على السرير للكرسي المتحرك بتاعه، او من على مثلا الكرسي يروح واقف على الكراتشز وهكذا يعني. طيب بقول لك سيدي، السيتنج بالانس بقى هتكلم عن البالانس. اول حاجه السيتنج بالانس هو مش مشكله كبيره لو العيان عنده يونيلاترال امبوتيشن، سواء كان الامبوتيشن ده ترانس فيمورال ترانس تيبيال، هو مش هيمثل له مشكله كبيره وهو قاعد. بس لو عنده يونيلاترال امبوتيشن هيبقى مشكله كبيره جدا ان هو يحافظ على البالانس. وهنا بيجي دورك فيزيو انك تبدا تعلم العيان السيتنج بالانس. ستاندنج بالانس برضو مهم جدا انك تبدا تعلم العيان ان هو يسنس في هيز بادي ان سبيس، يعني يبدا يعني يقف ويعرف ازاي يتحرك وكده، وازاي يحافظ على البالانس بتاعه، زي ما قلت لك سواء كان بكراتشز سواء كان كراتشز وبروسيسز وطرف صناعي وكده يعني. طيب حلو حلو قوي يعني، وتعالوا نكمل بقى الباقي. بيقول لك يا سيدي، the better the person can balance on the remaining extremity the more likely he or she will not use will be able to use the crutches، وبعد كده هيكون سهل عليه ان هو يستخدم البروسيس الطرف الصناعي. يعني لما انا ابدا مع العيان من بدري واعلمه ان هو يكون فيه بالانس وهو واقف وهو قاعد بكراتشز مش بوكر، خد بالك الكراتشز احسن بكتير كمان، بيكون سهل عليا بعد كده كفيزيو في عمليه الرهاب ان انا اعلمه بقى ان هو يلبس طرف صناعي وابدا اعلمه الحركه بالطرف الصناعي. طيب من ضمن الحاجات اللي انا بعلم بها العيان البالانس ان انا يعني تمارين كتيره، وحاجه ادفانسد ان انا ابدا اعلمه بقى على كومبلاينت سيرفيس انستابل، وابدا اقول له حاول يتحرك عليه، وحاجات تكنيكس كتيره انتوا غالبا هتاخدوها في ثيرابيوتك يعني، فمش هتكلم فيها هنا دلوقتي. بيقول لك برضو معلومه مهمه انه في الايرلي بوست سيرجيكال بيريد العيان محتاج ان انا اعلمه الترانسفير وكده برضو مع الان امبيوتيتد لم، علشان احمي الريزيديوال لم من بوسيبل انجري اجينست التشير او البيد. يعني ان انا ابدا مثلا العيان لو نايم ما يبقاش نايم على الجنب اللي فيه امبيوتيشن فيكون ضاغط قوي على اللم فيحصل لي مشكله، او ممكن الجرح يفتح او حاجات كده انا في غنى عنها يعني. طيب بيقول لك برضو ان لما بيجي معظم الفيزيو لما بيجي الفيزيو سيربس لما بيجي يشتغلوا مع العيانين هو بيبدا يدربه ان هو يمشي على الووكر اللي في الصوره دي. هي الووكر يعني هي سيف تبدا تعلم العيان الموبيليتي، بس الووكر مور ستابيليتي ايوه، بس الجريتر فليكسيبيليتي واللي بتساعده اكتر في الاكتيفيتيز ديلي لايف ليفنج، معلش الاكتيفيتيز ديلي ليفنج اكتر حاجه بتساعده الكراتشز. وزي ما قلنا في السلايد اللي قبل اللي فاتت ان الكراتشز بتسهل عليا بعد كده البروستيتك فيتنج، اهوت يقول لك الادد بالانس نيدد فور كراتشز، يعني صعب ان العيان يتحرك بالكراتشز، خلينا متفقين. وان الووكر اسهل عليه ان هو بيبقى رامي البادي ويت بتاعه كله عليها كده ويا دوب بس ايه بيتحرك، انما الكراتشز محتاجه منه بالانس ابرايت بان ان هو يكون واقف صح، ومحتاج قوه في الابر اكستريميتيز ومحتاج تركيز وكده. بس ده هيسهل عليا ان انا ابذل مجهود معاه مع الكراتشز، بيسهل عليا بقى البروستيتك فيتنج بعد كده. طيب بيقول لي هنا ان العيانين اللي هم عندهم دايبيتس او عندهم مشاكل يعني في السيركيليشن يلبس في الان امبيتيتد لم جزمه كويسه، وان انا احمي اللم ده من ان هو مثلا يحصل له تعويره او حاجه، لان عيانين مثلا الكارديو فاسكولار ممكن يبقى لو كان ماشي حافي ممكن يدخل في رجله مسمار او اي حاجه تعوره، هو مش هيحس بده لان هو اصلا عنده امبيرت سنسيشن، هو عيان دايبيتك اصلا مش هيحس بالجرح، وهيبقى في انفكشن هيبقى في مشكله هتعطل لي عمليه الرهاب بشكل كبير جدا، ان انا اصلا الليمب اللي انا كنت معتمد عليه وبحمل عليه بقى بايظ هما كمان، فانا كده بقى عندي تو ليمبس مش شغالين، فانا بقى عندي مشكله كبيره يعني. Obviously, the remaining food must be protected from any injury or أي حاجة ممكن تحصلها تعورها يعني. طيب يا سيدي بقولك هنا العينة بتجيب للعيان يعني جزمة كويسة ومناسبة للمكان ده وبتمنع التروما مثلا. ما علينا،
يعني معلومات قيمه جدا في المحاضره. تعالى بقى المعلومات القيمه اللي بجد. بيقول يا سيدي الايرلي موبيليتي مهمه جدا سواء كان سايكولوجيكلي او فيسيولوجيكلي. بالنسبه للفيسيولوجيكال ريكفري انا زي ما قلت لك من شويه ان انا ببدا مع العيان الموبيليتي، يعني بص من ثاني يوم بعد عمليه الامبيتيشن انا ممكن ابدا مع العيان الشغل بتاعي، لان البيشنتس هو بيكون اول ما يحصل له امبيتيشن وتبدا معاه ريهاب هو بيكون عايز يبدا يتحرك بشكل اندبندنت يعني as soon as possible. فانت بتبدا تعلم التكنيكس دي، وحلو انك توصل مع العيان ان هو محتاج يمشي بسرعه، دي حاجه كويسه ان هو بقى عنده يعني متحفز ان هو يتعالج وان هو يخف يعني. طيب هنا بيديني تعريف البالانس، بيقولي او مش تعريف، بيقولي ان البالانس هو كي اليمنت تو افكتيف موبيليتي، وان البور بالانس والخوف من الفير اوف فولينج يعني هو نيجاتيفلي افكت السكسسفول بروستاتيك ريهاب. العيانين اللي يعني تيجي تقول له يلا نعمل التمرين يكون خايف ان هو يقف، البالانس بتاعه مش احسن حاجه وكده، ده بيأخر عمليه الريهابيتيشن. وان انا بعمل كل التمارين دي ليه؟ عشان اوصل بالعيان، ان انا البسه طرف صناعي، ولما البسه طرف صناعي يبدا يتحرك ويتعامل كانه الطرف الطبيعي يعني، ويعيش حياته بشكل على قد ما يقدر بشكل طبيعي. البور بالانس والفير فولينج ده بيأخر عندي ان انا اوصل مع العيان للهدف بتاعي ده. بالنسبة للانسبيجز هما unilateral amputation، هي لسه يليم من شوية في standing balance، انها مش مشكلة كبيرة عنده ان هو يقعد، لكن العيانين اللي هما عندهم bilateral amputation دي بيكون عندهم مشكلة كبيرة. البالانس اكسرسايز سيدي بتتعمل كلوزد ايز واوبن ايز، والسيرفيس بنغيرها وبنعمل حركات في الاكستريميتيز، كل دي تفاصيل هتاخدها في السيره انا مش هتكلم فيها دلوقتي لان كده كده اصلا هتدرسها في الثيرابيوتيك. طيب الويت بيرنج ثرو ذا ريزيجوال لمب از اولسو بينيفيشال فور فيوتشر بروستيك تريننج، يعني ان انا اتعلم اوزع الويت بيرنج، اوزع ال الوزن بتاعي واحمل على الليمب الامبيوتيتد وعلى الليمب الانامبيوتيتد، ازاي اوزع الويت بتاعي، ازاي الريزيد والليمب بقى ابدا احط عليه ويت وكده، ده هيكون مهم جدا جدا لما اجي اركب طرف صناعي بعد ما بيحصل هيلينج وكده، وابدا اعلم العيان ان هو يتحرك بالطرف الصناعي. فمهم جدا ان انا اعلمه الويت بيرنج. This can only be safely achieved in patients with transtibial amputation. الترانستيبيال امبيوتيشن يعني الريزيجوال لمب جزء طويل كده، يعني هو من بعد الني في امبيوتيشن، فانا قادر اتعامل مع العيان اكتر. ماشي. مهمه بقى ديت ان الووكينج از اكسلنت اكسرسايز اند نيسيسري فور اندبندنس ان ديلي لايف. المشي والجيت تريننج مهمين جدا. الجيت تريننج ببداه يعني بدري قوي على قد ما اقدر. لو العيان عنده unilateral lower limb amputation هو ممكن يكون dependent وكده، وابدا اعلمه ان هو get training through ال 3 point gait pattern. ده حاجه كده العيان بيكون ماشي بالكراتشز وكده بتكنيك وطريقه معينه، برده هتاخدها في الثيرابيوتيك مش مجالها دلوقتي عشان ما اطولش المحاضره على الفاضي. طيب يا سيدي، لو العيان خايف او لو مفيش بالانس كويس، مفيش كوردينيشن كويس، مفيش انديورنس كويس، فانا يعني هيكون عندي مشكله في الجيت تريننج، خصوصا لو العيان ده كبير في السن فده بيبقى صعب عليه شويه كفيزيو، بس احنا بنتعلم ده مفيش مشكله. بيقول لك يا سيدي لما انا باجي امشي with crutches without prosthesis من غير طرف صناعي، ده بيبقى فيه greater expenditure of energy، بيبقى فيه مجهود وبيبقى فيه لود على العيان. في الاول ممكن ابدا ساعات بضطر ان العيان يمشي من غير طرف صناعي شويه كده بالكراتشز في البدايه لما يكون ما حصلش complete healing مثلا او كده، بس انا برضو بكون مستمر ان انا اعلم العيان تمارين اللي هتساعدني بعد كده لما اجي اركب الطرف الصناعي ان يكون العيان اصلا هو عنده البالانس الكافي، هو عنده الكور ستابيليتي الكافيه، هو عنده الاكستريميتي سترينث بتاعه الابر اكستريميتي كفايه، هو قادر يتعامل مع الكراتشز. فونس ان انا بدات اركب الطرف الصناعي هو خلاص بقى، بس بدا اعلمه بقى ان هو يشفت الويت بتاعه على التولمز،
وعلمه ازاي يتحرك بقى بالطرف الصناعي، ازاي ياخد خطوه ورا خطوه وهكذا يعني. طيب الاندبندنس ان كراتش ووكينج is an outcome worthy of therapy time. يعني ان انا لو خدت وقت كبير قوي مع العيان بعلمه ان هو يتحرك بالكراتشز، ده مش مشكلة، لان ده بعدين هيساعدني في ان هو في البروستاتيك امبيوليشن، يعني ان هو يبدا يمشي امبيوليشن بالطرف الصناعي. في المربع الازرق ده بيقولك the individual who can amputate with crutches will develop a greater degree of general fitness than the person who spends most of his time على الويلتشير. اكيد ده منطقي، انا بعمل مجهود وبتحرك وبحرك الجوينتس وبحرك جسمي وكده، اكيد بالكراتشز وبعمل تمرين وبعمل مجهود يعني، اكيد احسن من العيان اللي هو قاعد على الويلتشير بس. يعني العيان اللي كان قاعد على الويلتشير بعد العمليه ده هياخد مني مجهود جبار ان انا اصلا ابدا اعلمه يقف، يعني انا هبدا معاه تكنيكس ثاني من الاول. لكن انا لو كنت عملت الحاجات دي ايرلي بدري بعد العمليه وبالكراتشز مش بالووكر وي وي وي، دي حاجات بتسهل عليا ان انا اوصل ان انا اخد العيان ان هو يتحرك بالطرف الصناعي بشكل اسرع. يعني هو انا بيعيد نفس الكلام بيقول لك الكراتش ووكينج از جود بريبريشن فور بروستيتك امبيوليشن. تمام مفيش مشكله. بقول لك يعني ايه عشان ما نزعلش الناس اللي ما لحقتش تعمل او ما عملتش على طول ووكينج بالكراتشز، والله ممكن ساعات الناس لما بدأتش بالكراتشز ممكن تديني بعد كده يعني بكم فيري فانكشنال بروستيتك يوزر عادي، ممكن بعد كده يبدا يتعلم ماشي بالطرف الصناعي يعني، ما تزعلش حد. ماشي يا سيدي. مهم جدا يكون في كارديوفاسكولار انديورنس، لان الكارديوفاسكولار انديورنس انا لما باجي اتحرك او امشي يعني انا بتعلم مشي جديد، فده بيحط لود ساعات، بيحط لود على الكارديوفاسكولار سيستم. انا زي ما قلت لك احنا بنعلم العيان يمشي من اول وجديد، بعلمه تكنيك جديد وعلمه طريقه جديده، فده بيبقى شويه صعب عليه، هو بيبقى مركز دايما ونفسه مشدود ومش عارف ايه بتاع، وبيحاول انا مش هقع وكده لحد ما يتعود على الحركه وبيعملها بشكل لا ارادي. يعني هل وانت ماشي بتفكر انهي رجل بتتحط الاول وكده؟ لا، انت بتمشي خطوه ورا خطوه لان مخك حافظ الحركه. لحد ما اعلم العيان ده انا محتاج كارديو فاسكولار انديورنس عاليه، علشان العيان بيكون مركز ويكون تنشن في تنشن كده لحد ما ايه ما يبدا يتعلم المشي، وبعد كده هيبدا يمشي بالطرف الصناعي وبالكراتشز كانها جسمه الطبيعي، وهيبدا تبقى جزء من حياته بقى. ماشي. الكارديوفاسكولار انديورنس از نيسيسري فور افكتيف بروستيتك امبيوليشن بارتيكولارلي ات ترانسفيمورال ليفل. اشمعنى ترانسفيمورال ليفل مش ترانستيبيال مثلا؟ ترانسفيمورال الليمب قصير قوي، ففي ويتس كده انا محتاج يعني ابذل مجهود عشان احافظ على البالانس بتاعي وكده، فبحط لود على الكارديوفاسكولار سيستم، فانا محتاج انديورنس عاليه بالنسبه للعيانين اللي هم ترانسفيومرال. عكس الترانستيبيال مش بياخد مني مجهود قوي، بس برضو محتاج يكون في انديورنس في الكارديوفاسكولار والمسلز بتاعه الجسم كلها برضو يكون فيها انديورنس عشان تقدر تسبورت معايا ان انا اعلم العيان تاني يعيش حياه طبيعيه بالطرف الصناعي الجديد بقى. يعني ان انا ارجعه تاني يعيش حياته وارجعه تاني ان هو يمارس الانشطه الطبيعيه اللي كان بيعملها بس بالطرف الصناعي مش باللمب بتاعه. طبعا في مميزات وعيوب للووكر، بس قطعا قطعا الووكرز احسن بكتير فيسيولوجيكلي وسايكولوجيكلي للعيان من ان هو يكون قاعد على ويل تشير. اللي احسن منهم الكراتشز، بس لو العيان مش بيقدر يستخدم الكراتشز فانا يعني هخليه يستخدم الووكر، بس يعني ده هيكون احسن حاله من هو يبدا يتحرك بكرسي متحرك. يعني لا، اخليه يحاول يعتمد على نفسه شويه. It is sometimes difficult for the person who has used a walker following the amputation على طول ان هو يسويتش للكراتشز او الكان اللي هي العصايه دي، او يعني عارفين الكان انتوا برضو المفروض اخذتوها المحاضره اللي فاتت غالبا. يعني لما هو يرجع لما العيان يبدا يستخدم الطرف الصناعي يعني بيبقى صعب ان هو يسيب الكراتش الووكر لو هو بدا بالووكر. فمهم ان انا يعني اعلم العيان ايرلي بالكراتشز، لان انا قلت ان ده بياخد مجهود مني، بس هو احسن لما يجي يركب طرف صناعي ويتعايش، هيكون احسن من الووكر. اصلا الووكر صعب شويه في ان هو يطلع السلالم او كده،
فالكراتشز بتديني يعني حركة فري أكتر بالنسبة للعيان يعني. تمام، احنا اتكلمنا كل اللي فات في الاكسرسايز والموبيليتي وفي الريزيج والامكان. في حاجة مهمة جدا 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 بالنسبة للعيانين اللي هم عندهم امبيوتيشن بيبدأ يحس بيها، وظاهرة يعني مهم جدا تبقى عارفها، اسمها الفانتوم لم، الطرف الشبح. يعني العيان بيبقى عند في طرف اصلا مش موجود فيه، بس العيان بيبدا يحس انه انا صابع رجلي بيوجعني. صابع رجلك كان هو اللي في رجلك المقطوعه، ازاي ما هو مش موجود، بس هو وصل له سنسيشن ان الجزء ده بيوجع. هو التسجيل قطع مني يا دكاتره، معلش. اول ما التسجيل قطع اكتشفت ان احنا بقى لنا 40 دقيقه بنتكلم، بس ما تقلقوش يعني، انت ان شاء الله بتسمعها في اتنين، فما خدتش معاك تلت ساعه ان شاء الله يعني. وكمان المحاضره بس فيها تفاصيل كتيره، انا زي ما قلت لك في الاول هي سهله، بس زي ما انتم شايفين فيها تفاصيل كتيره عشان ما بقاش في بس اي حاجه مس مننا. احنا بنقول كل الكلام اللي موجود في البي دي اف اللي الدكتوره بعتاه، وربنا يسهل. طيب قبل ما التسجيل يقطع كنا بدانا الكلام عن الفانتوم لمب، ما قلناش فيه اي حاجه لسه. الفانتوم لمب هو باختصار كده ان العيان حاسس، هو sensation of the limb that is no longer there، هو حاسس بوجع في limb هو اصلا مبقاش موجود. يعني هو حاسس ان رجلي اللي مش موجودة بتوجعني. يعني ايه الكلام ده؟ هو كده مخه بيجيب له اشارات، مخه لسه مش مستوعب ان الطرف ده اتقطع، فلسه بيجيب له اشارات وبنقل له اشارات ان صابع ايدي بتوجعني، ان مثلا صابع رجلي بتوجعني. ليه؟ زي ما قلت لك في البداية ان مخك عنده صورة كده حافظ شكلك، ان انت عندك دراعين وعندك رجلين والترنك وراسك، ده حافظ شكلك كده كبني ادم. لما يجي جزء يتقطع هو مخك لسه ما تعودش على شكلك بالجزء المقطوع ده، فهو لسه بيجي له اشارات ان ده لسه في صوابع ايده، ولسه صوابع الايد دي بتوجع مع انها مش موجوده. طيب والله العيان ممكن بتشتكي من الفانتوم نيم ده امتى؟ اما بعد السيرجري على طول، يصحى من العمليه كده واول ما يشوف من التخدير يقول لكم انا رجلي بتوجعني. رجلك مين يا حاج؟ رجل الشمال. ما فيش رجل شمال يا حاج، اتقطعت. هو كده هو حاسس ببين، وممكن يفضل سنه كامله يشتكي بحاجات زي مثلا دايما حاسس بتنجلينج، بيرنينج، ايتشينج، بريشر سنسيشن، وساعات نمبنس في الجزء اللي هو المبتور ده. طيب مهم بقى تفرق بين السنسيشن بتاع ان انا حاسس باللمب المبتور والبين، ان العين بيتوجع حاسس بألم انه مش مرتاح. الفرق بينهم، ودايما يعني الدكاتره بيحبوا يسالوا في الحته دي، بص بقى النيورو رهاب كله بيحب يسال في الحته دي. الفانتوم لمب سنسيشن هو انك حاسس باللمب اللي مش موجود. طب البين بقى هو جنرالايزد نوشيس سنسيشن، احساس مش مريح بالمره، وجع بين يعني فانتوم بين، العين حاسس بألم في الجزء اللي مبتور. هل تفتكر البين ده لوكالايزد ولا ديفيوز؟ والله ممكن يبقى لوكالايزد، ممكن يبقى ديفيوز، وممكن يبقى يحصل له تريجر باكسترنال ستيمولاي، زي مثلا ان العيان يتخبط مثلا في رجله فما يكونش حاسس بوجع، اول ما يتخبط في رجله المبتوره دي يبدا يحس يا نهار ابيض انا حاسس بصوابع رجلي بتوجعني. ما فيش صوابع رجل، بس هو حاسس بيها، حاسس ببين، وحاسس بحاجه نوشيس، حاجه مضايقاه بين كبير يعني. والله الفانتوم لم بين ده ممكن يختفي بعد فتره، وممكن لا يفضل بيرمننت، حاله بيرمننت. وفي الوقت ده احنا بنعتبر ان الفانتوم لم بين ده يعني نوع من انواع الديسابيليتيز. فاكرين المحاضره اللي في الاول اللي بتتكلم عن انواع الديسابيليتيز؟ ممكن نعتبر الفانتوم لم بين لما يبقى لو بقى حاجه يعني بيرمننت، ودايما العين دايما بيشتكي من بين ودايما مش مرتاح وكده، هو نوع من انواع الديسابيليتيز يعني. طيب بيقول لك يا سيدي sometimes wearing the prosthesis will ease the phantom pain، ان العيان يتعمل له ريهابليتيشن بسرعه، وان هو يبدا يتعلم ان هو يلبس طرف صناعي هيخليه ينسى بقى البين ده، وهيسهل على العيان ان هو يتعالج من الفانتوم لم بين ده، لان خلاص البروسيس هتقيز المشكله دي، وهتخلي خلاص ما عادش بيجي له الاحساس بالطرف انه في طرف بيوجعه يعني. طيب هل انا كدكتور علاج طبيعي هسمع ان في عيان عنده بين واسكت؟ لا طبعا، ده انا لازم اتدخل ولازم اشتغل بالمودالتيز بتاعتي. هو في الاول بنحقن ستيرويدز ولوكال انالجيسكس علشان او انستيزيا علشان نقلل البين في المكان ده، وابدا اشتغل اما الترا ساوند، ايسنج، تنس، مساج، ممكن كمان اشتغل باي فيدباك، في حاجه اسمها نيرف بلوكس كده هتاخدها قدام، وبرده الحاجات سايكولوجي كده سايكوثيرابي، او علشان يبقى العيان يعني كانك بتحسسه ان مفيش وجع، بتفهمه كده ان مفيش لمب وكده، بس ايه واحده واحده كده معايا. طيب احنا كده اتكلمنا عن الفانتوم لمب، دلوقتي جه الدور ان احنا نتكلم عن الاكسرسايز والرينج اوف موشن.
تعال الاول نتكلم عن الرينج اوف موشن. لما اجي كدكتور علاج طبيعي اقول لك في عيان عامل امبيوتيشن، لما تيجي اول حاجه تيجي في بالك ان انا ممكن اواجه مشكله، اول حاجه تيجي في بالك الكونتراكشر، ان انا ممكن يكون عندي كونتراكشر في المكان ده. اشمعنى الكونتراكشر وايه هو الكونتراكشر اصلا؟ والله العيان بعد الامبيوتيشن بيأسيوم ان هو ما بيحبش يتحرك، بيخاف يتحرك فيحس ببين، فيفضل موجود في بوزيشن معين. مثلا حصل له ترانسفيمورال امبيوتيشن، فهو ما بيحبش يحرك بقى اللمب ده خالص، فعلى طول قاعد في هيب فليكشن، فيجي له هيب فليكشن كونتراكشر. الكونتراكشر ده بيكون نتيجه كذا حاجه. اول حاجه يا اما مسل امبالانس او تايتنس في الفاشيا، يا اما زي ما قلت لك اهو بروتكتيف وذرول ريفلكس، ان العيان مش عايز يحرك اللمب اللي فيه مشكله عشان ما يحسش ببين، فبيفضل مثبته في بوزيشن معين، والبوزيشن ده بعد كده بيجيب لي كونتراكشر لانه خلاص هو برولونجد باد بوستشر لفتره طويله يعني. طيب ايه كمان ممكن يكون اهوتي ريزلت للفولتي بوستشر such as prolonged sitting or placing residual limb on a pillow مثلا، على طول هو خايف يحرك رجله، او مثلا خايف على الجرح بتاع العمليه فحاطط رجله دايما على المخده، فدايما رجله محطوطه في هيب فليكشن فيحصل له هيب فليكشن فليكشن كونتراكشر كمثال يعني. فهو دي من الحاجات، دي الحاجات اللي ايه اللي ممكن تديفلوب كونتراكشر عندي بالنسبه للعيان الامبيوتيتد. طيب بيقول لك يا سيدي ان انا هنا العيان لازم يفهم انه مهم جدا 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 انه يبدا يشتغل رينج اوف موشن اكسرسايز علشان ما يعني افويد الكونتراكشر اللي ممكن يحصل ده، لانه في حالات البتر على كل الليفلز سواء ترانسفيمورال او ترانستيبيال، انا عايز اعلم العيان انه يكون فيه فول هيب رينج اكستنشن، لان ده هيبقى مهم جدا جدا لما اجي بقى اعلم العيان الابرايت بوستر كده، ويكون يقدر يكون قاعد في ابرايت بوستر بشكل بالانس ما يقعش او كده. لازم يكون عندي هيك ان الكور ماسلز والحاجات دي تبقى قويه، لازم برضو الهيب اكستنسور يكونوا قويه ويكونوا بيقدروا يجيبوا رينج كامل، ما يكونش على طول العيان مثلا هو في فليكشن كونتراكشر فهم في الاكستنسورز مشدودين، حصل لهم ستريتش فمش بيشتغلوا فويك، فانا مش عايز ده. انا عايز لما ابدا اعلم العيان البالانسد ابرايت بوستشر يكون عنده مسلز قويه في الهيب اكستنسورز عشان يساعدوني في الرهاب بتاعي. طيب يا سيدي بيقول لك يا سيدي with transtibial amputation for range of motion in hip and knee particularly in extension is needed while sitting بقى the patient can keep the knee extended by using posterior splint او حاجه اسمها بورد اتاتشد كده في الويل تشير. المهم يعني ان العين وهو قاعد يكيب الني اكستندد عشان يمنع الني كونتراكشر، لو كان الامبيوتيشن ده ترانستيبيال يمنع الني فليكشن كونتراكشر، عشان بعد كده اصل برضو لو كان العين ده ترانستيبيال امبيوتيشن وحصل له كونتراكشر في الني، لما اجي اتعامل معاه تاني بعد شويه واعلمه يمشي بطرف صناعي هيبقى صعب عليا، لان الني واخده البوزيشن ان هي مشدوده كده في الكونتراكشر، ان الجوينت مش بيتحرك، المسلز وكده مشدودين يعني. انت متخيل معايا او كده انت عارف يعني ايه كونتراكشر، مشدود كده في بوزيشن واحد ومش بيتحرك، فلو النيك في نيك كونتراكشر فصعب عليا لما اجي اعمله رهاب واعلمه يلبس طرف صناعي ان انا اشتغل معاه. فلازم العيان ده وهو قاعد مثلا يفرد رجله يخلي فيه حركه على مستوى الجوينت علشان ما يحصلش الكونتراكشر ده. طيب المربع اللي بعده يقول لك the patient with transfemoral amputation بقى needs full range of motion في الهب particularly في الاكستنشن والادكشن، لان البرولونجد وكمان البرولونجد سيتنج المفروض يبقى افويدد، لان زي ما قلت لك البرولونجد سيتنج نفس الفكره ان هو على طول واخد البوزيشن بتاع الفليكشن فيعمل لي هيب فليكشن كونتراكشر، وانا مش عايز ده. ده هيبقى صعب جدا عليا لما اجي اعمل رهاب تاني في يعني في التطورات بتاعه العين كده، لما اجي اعلمه بقى يمشي، لما اجي اعلمه يتحرك بكراتشز وكده، انا مش عايز يكون في كونتراكشر، انا عايز افويد الكونتراكشر من اول مره. تمام بيقول لك يا سيدي برضو ان العيانين دايما بيواجهوا مشكله مع الهيب والني فليكشن بالنسبه للكونتراكشر. لو كان الكونتراكشر ده مايلد انا ممكن اشتغل معاه مانوال تكنيكس هتخلي يعني واكتف اكسرسايز هتقلل الكونتراكشر ده وهعرف الحقه، لكن لو انا سبت العيان فتره كبيره في بوزيشن غلط وبيعمل حاجات بتخليه دايما مثلا هو على طول قاعد في برولونجد سيتنج، مثلا على طول اني في فليكشن لو الامبيوتيشن ده ترانستيبيال، فانا كده هيبقى ال الكونتراكشر لو كان سيفير او حتى مودريت
انا مش هعرف بالمانوال موداليتيز بتاعتي ان انا اعمله. يعني انا محتاج اعمل الاسترتشات وكده، مش هتكون افكتيف قوي لو كان الكونتراكشر ده بدرجه سيفير. تمام. طيب بيقول لك يا سيدي سام براكتيشنز، بعض الدكاتره يعني بيتبنوا فكره وبيدافعوا دايما عن فكره هولد الليمفي ستريتشد بوزيشن، وبيستخدموا حاجه ويتس كده واوزان. يعني هي دي طريقه تراديشنال شويه بس جابت نتيجه، يعني بيثبت الليمب في وضع ستريتشد وبدجري معينه كده في العضله، العضله مثلا ستريتشد بدجري معينه وبيحافظ على الدجري دي ببعض الاوزان. انا ما لقيتش صوره مناسبه قوي في الحته دي بس يعني ايه انت فاهمها، وهي مش بنستخدمها قوي دلوقتي بس هي بتجيب نتيجه يعني. طيب من ضمن الحاجات برضو اللي انا بستخدمها كدكتور علاج طبيعي وانت عارفها بقى المفروض بتديها في الثيرابيوتيك، البي ان اف، وحاجه اسمها هولد ريلاكس هولد ريلاكس اكتيف كونتراكشن. هولد ريلاكس هولد ريلاكس، انا بعلم العين كده تكنيكس معينه بعمل بيها فاسيليتيشن وستريتش للمسلز، وده بيزود معايا الرينج اوف موشن. طيب يا سيدي كده ده كلام جميل جدا. دلوقتي بقى احنا اتكلمنا يعني ايه بشكل عام، تعالى نتكلم بقى عن الني بشكل خاص كده. الني برضو زي ما قلت لك دايما العيان بيأسيوم ان هو ياخد الني في فليكشن كونتراكشر. طب انا عشان امنع ده اعمل ايه؟ في حاجه هتعالج لي المشكله دي اسمها باتيلر تندون بيرنج بروثيزيس، زي ما باين في الصوره كده اهيتي باتيلر تندون، يعني طبيعي هتبقى عند الباتيلر تندون كده حاجه متشعلقه في الباتيلر تندون اللي هو الطرف الصناعي ده، متشعلق في الباتيلر تندون وفي زي زرار كده انا بقى يعني بشغله فبخلي العيان في اكستنشن، فانا بمنع الني فليكشن كونتراكشن، ما بخليش العيان في فليكشن، انا بوقف رجل كده بيبقى فيه ايه الني في اكستنشن، فانا بمنع وافويد الني فليكشن كونتراكشن. طيب برضو في الهيب فليكشن كونتراكشن خصوصا لو كان ترانس فيمورال هيكون صعب على العيان ان هو يا الله الترانسفيمورال امبيوتيشن يعني مور فريكوينتلي بيكون بيسبب لي هيب فليكشن كونتراكشن، او الهيب فليكشن كونتراكشن بشوفه اكتر لو كان البتر ده ترانسفيمورال، انما لو ترانستيبيال غالبا بشوفه يعني ايه ني كونتراكشن. ماشي يا سيدي. بيقول لك مهم جدا ان ال اسمه دلوقتي السيفيريتي بتاعه الكونتراكشن واللينث بتاع الريزيديوال لمب هم اللي بيحددوا لي انا امتى هبدا اركب للعيان ده طرف صناعي، هل دلوقتي متاح ان انا اشتغل معاه، درجه الكونتراكشن لحد فين. مهم جدا الرقم ده هتاخدوه بقى لما تاخدوا جبائر وكده، انه المفروض درجه الكونتراكشن ما تكونش اكتر من 50 ديجري علشان ابدا اشغل طرف صناعي او ابدا احط العيان على طرف صناعي وكده. وبالنسبه للكونتراكشر ان انا امنع حصوله اصلا، وان انا يعني من بدري خالص من بعد عمليه البتر اعلم العيان يعني التكنيكس والطرق ان انا افويد الكونتراكشر او البريفنشن عموما، الوقايه يعني خير من العلاج، فانا لما امنع الكونتراكشر احسن بكتير من ان انا استنى يحصل كونتراكشر وابدا اشتغل عليه، ده اولا هياخر عمليه الرهاب، هيأخر ان انا اوصل بالعيان ان هو يحاول يعيش حياة طبيعية بالطرف الصناعي، هيأخر حاجات كتير جدا وهيصعبها عليا كدكتور علاج طبيعي، وممكن العيان ما يكملش لما بيلاقي مفيش نتيجة وكده. طيب ده كده احنا اتكلمنا عن الرينج اوف موشن، تعال نتكلم بقى شوية عن الاكسرسايز اللي انا هعلمها للعيان. مهم 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 ان الاكسرسايز اللي العيان بيتعلمها هي individually designed، مفيش عيان شبه التاني، مفيش حد عضلاته شبه عضلات التاني، مفيش حد نفسيته حتى شبه نفسية التاني، خصوصا في موضوع الباتر ده. فالاكسرسايز هو individually designed مهم جدا، وعلى فكرة بتسأل في الحتة دي. الاكسرسايز بروجرام is individually designed and includes strengthening and balance and coordination activities. في حاجات كده تلات حاجات كده حطهم في بالك، بعد العمليه الدريسنج اللي العين لابسه، البين اللي العين بيحسه، والهيلينج بتاع الانسيجن، الثلاث حاجات دولت هما اللي هيحددوا لي امتى ابدا اكسرسايز والديجري بتاعه الريزيستيف اكسرسايز، يعني عشان اعمل سترينثات فانا بشتغل ريزيستيف اكسرسايز برده، ده اكتر حاجه افكتيف خصوصا لو ريزيستنس بلود وكده، الحاجات دي برده يعني اساسيات في الثير، بشتغل ريزيستيف اكسرسايز عشان اعمل سترينث. طيب لو في بين قوي بعد العمليه انا مش هعرف اشتغل، والديجري بتاعه الريزيستنس هتكون قليله، فالثلاث حاجات دول اللي هم البوست سيرجيكال دريسنج، ولا عنده لابس مثلا ريجيد دريسنج، ولا هو لابس شرينكر، ولا هو عيان فقير الحال ومشيها بانداج ورابنج،
البين الديجري بتاعت البوست اوبريتيف بين، الهيلينج بتاع الانسيجنز، هل الانسيجنز لحمت ولا لو في بريشر مثلا او اللود شويه عليها هتبدا تفك وتبوظ مني وتدخل لي بقى في حوارات تانية كتيره. كل دول التلات حاجات دول هيحددوا لي الريزيستنس اكسرسايز اللي انا هستخدمها في الاكستريميتيز دي، وامتى ابداها وامتى ازود بقى الريزيستنس وهكذا. طيب لو انت دكتور شاطر لازم تعلم العيان انه يعمل التمارين دي في البيت وتحفظه البروجرام كانك معاه بالظبط. لو انت دكتور شاطر قوي بقى هتربط الحاجات التمارين انت بتعملها دي بالانشطه اللي العيان بيعملها في البيت. وعشان العيان يعرف يتحرك صح بالبروسيسز لازم يكون عندي في الهب الاكستنسرز والابدكتورز اقوياء، وفي الني الفلكسرز والاكستنسرز اقوياء. لو ركزت هتلاقي الهب فلكسرز هب اكستنسرز وادكتورز دول اكتر حاجات بستخدمهم اثناء الجيت اثناء الامبيوليشن، وكذلك الني فلكشن واكستنشن دول اكتر حركات انا بستخدمها. فلو مهم جدا بقى ان العيان يكون عنده الهب والني المصل بتاعت الهب والني اقوياء علشان ابدا الايه البروثيتك امبيوليشن، العيان يبدا يتحرك بالبروثيسز. الدراسات بتقول ان الطرف الصناعي معتمد بشكل كبير جدا على الكي ماسل جروب، الاسترينث بتاعت الكي ماسل جروب دي. تمام، لو كان العيان اصلا سيدنتري لايف ستايل، او قبل ما نقول ان هو سيدنتري لايف ستايل، احنا لسه قايلين من شويه ان الثلاث حاجات دولت اللي هم البوست سيرجيكال دريسنج والبوست اوربيتال بين والهيلنج بتاع الانسيجنز هم اللي بيحددوا لي الريزيستيف اكسرسايز. ف الكي ماسل جروب دولت هما بيحددوا لي برضو السترينث والابيليتي ان انا استخدم البروسيسز، وكمان البروجريس بتاع الريزيستنس، يعني امتى ازود الريزيستنس امتى اقلل الريزيستنس وهكذا. يعني ده كل ده بعتمد على الثلاث حاجات اللي احنا سألينهم من شويه. طيب بيقول لك يا سيدي الجنرال سترينثنج بروجرام بيعتمد ان انا اشتغل على الترونك والاكستريميتيز كلهم. زي ما قلنا من قدام شويه في المحاضره، انا عايز مثلا الابر يكون قوي عشان اقدر احمل العيان على الكراتشز وهكذا. طيب لو العيان ده سيدنتري لايف ستايل ده هياخد مني مجهود شويه، فانا لازم بقى اضمن الكور اقوية والترونك قوي وكل العضلات بتاعت كل الاكستريميتيز اقوي عشان اقدر اشتغل معاه كمان، يعني عمليه الريهابليتيشن بتاعتي. تمام، بيقول كي سي دي ستادي ريزلتس suggested that improvement of in spinal stabilization and trunk control positively influence the gait parameter. يعني كل ما العيان ده كان عنده كور ماسلز اقوى، كل ما العيان ده كان عنده upper extremity اقوى، كل ما العيان ده كان عنده upright posture اللي هو بيقدر يقعد بشكل balanced كده وما بيقعش، كل ما الماسلز كمان بتاعه الهيب والني والجزء اللي موجود في جسمه يعني لسه ما مش حصل له امبيوتيشن يعني اقويه وقادرين يحمله، ده هيساعد جدا في ان هو انفلونس يحسن الجيت بارامترز بتاعتي ويخلي العيان قادر ان هو يمشي بسهوله. تمام جدا، كده احنا اتكلمنا عن الاكسرسايز وعن الرينج اوف موشن اللي العيان بيتعلمها يعني بعد الامبيوتيشن. دلوقتي بقى هنتكلم عن البيشنت ايدكيشن. في البيشنت ايدوكيشن مهم جدا 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 انك تبقى مفهم العيان والعيله اللي هتبقى معاه، او سواء كان عيلته او حد كير جيفر، حد بس هيبقى موجود معاه يديله الرعايه اللازمه وهو في البيت، تفهمهم دور الريهابليتيشن بعد الامبيوتيشن. كل ما فهموا العلاقه وكل ما فهموا اهميه التمارين دي كل ما اداك بيتر اوتكم. تمام، كل ما انت علمت عيان او الكير جيفر اللي معاه كمان ان هو يعمل اكزامينيشن كويس، اديته الانفورميشن الكافيه ان هو يشتغل في البيت، ده هيساعدك جدا في الرهاب بروجرام بتاعك. The goals are to have the patient and the caregiver assume responsibility for care وunderstand the need of continued care. ان انا ما يعني دايما دايما يكون في ان هو بيعمل التمارين اللي بقوله عليها وبيعمل الحاجات اللي انا بعرفها له عشان يبقى انا شغال في الجلسه وفي البيت بالتوازي مع بعض، مش يجي في الجلسه يعمل التمارين ويروح البيت ينام وما يعملش اي حاجه، يبقى كده انا بقى عندي مشكله. تمام، يبقى انا لازم ابقى فاهم او افهم كمان العيان بقى، معنى patient education انا بعلم العيان وبعلم الكير جيفر اللي هيبقى معاه اهميه الريهابليتيشن وخليه ريسبونسبل عن الكير، مسؤول ان انت لازم تروح البيت وتعمل التمرين دي. الهوم بروجرام مهم جدا،
بص في الصوره دي هي مش حد امبيوتيتد، بس انا بوريك ان هي مستغليه كل حاجه، هي مستغليه الكرسي عشان تعمل عليه تمرين، مش لازم يكون العيان عنده في البيت اجهزه وحاجات كده زي الجلسه، لكن هو يحاول يخلق بيئه مناسبه ليه ان هو يعمل التمرين اللي انا بعلمها له واللي انا بفهمها له يعني. طيب ده كده كان البيشنت ايدكيشن. تعالي نتكلم عن حاجه مهمه كمان جدا، خصوصا بالنسبه للعيانين اللي عندهم بتر، ان البتر ده مش حاجه سهله على العيان ابدا، وهي الايموشنز والسايكولوجيكال سبورت، او الايموشنال والسايكولوجيكال سبورت. جنرالي يعني في عيانين بعد الامبيوتيشن، ناهيك عن حالات الاكتئاب وعن حالات فقدان الاهليه، وان هو حاسس انه خلاص حياته ما بقاش ليها لازمه، حتى النوم ما بقاش نايم مرتاح. طول ما هو نايم العيان ده بيبقى مركز جامد في الجزء الايموشنال ده، طول ما هو نايم بيحلم ان هو لسه عنده الطرف المبتور، يصحى من النوم يفتكر الحاله اللي هو فيها ويكتئب بقى، ومخه لسه عنده السيلف ايمج بتاعت ان هو بقى اربع اطراف، عنده ايدين ورجلين، مش مستوعب ان في طرف ناقص، مش مستوعب ان بقى في مشكله. تمام. ده كمان مش بس كده، مش يعني مش بس النايت ميرز، ده كمان هيعاني من انسومنيا، ارق، ممكن ما بقاش عارف ينام اصلا، رعشه كده بتجيله، مشاكل في الكلام، فقدان التركيز، كل دي حاجات يعني ممكن اعتبرها اثر الصدمه كده، اللي هو مش مخه مش قادر يستوعب. ده لو كان العيان حصل له امبيوتيشن يعني هو شخص كبير وعاقل وبالغ وعاش حياته فتره كده، وكان يعني كان عايش بني ادم طبيعي، وفجاه فقد لمب من اللمس بتوعه يعني. بس خد بالك ان لو العيان ده كان اصغر من 5 سنين، لحاجه بنسميها الكونجنتال امبيوتيشن، هو الحمد لله يعني السيلف ايمج بتاعته ما بتبقاش لسه اتكونت، فهو السيلف ايمج بتتكون عنده بان هو شخص ناقص طرف معين، فبيعيش وبيتعامل وتكون حياته يعني اسهل واحسن من الشخص اللي ممكن ايه، هو حتى بيباي باي لك ويقول لك الدنيا تمام معايا ما تقلقش، بتكون حياته اسهل من الشخص اللي هو مثلا كان شاب وعايش حياته، فجأة عمل حادثة فحصل له تروما، فالتروما دي أدت ان انا اعمل باتر او كده يعني. طيب البيشنت مهم جدا، او دورك انت كفيزيو كمان انك دايما تطمن العيان وتفهمه يعمل ايه، انت والتيم اللي شغالين معاك في عملية الرهاب يعني في اعادة التأهيل بتاعته. العيان ده خليكوا يعني اخلقوا جو كده كويس للعيان ده، بحيث يتناقش معاك ويسألكوا عن حالته، تعرفوه اللي المفروض يعمله، تحفزوه انت والجراح بتاعه، وتكلموا معاه في الستبس بتاعه الرهاب وايه هي الاكسبكتيشنز المتوقعه. يا سلام بقى لو انت فيزيو شاطر واستخدمت حاجات اوديو فيجوال، وريته مثلا فيديو معين تقول له دي الحركه اللي احنا عايزين نوصلها كمان شويه، ده شكل الجيت باترن اللي احنا عايزين نتعلمه، مثلا حفزته وهو بيعمل تمرين تقول له تمام، حاجات اوديو يلا برافو كمل، وهكذا يعني. كل دي حاجات هتساعد العيان بتاعك ان هو يوصل ان هو بتسرع عمليه الرهاب، وبتخلق جو كده ان هو يعني ايه الحاله السايكولوجيكال الوحشه اللي ممكن تبقى عنده بسبب الامبيوتيشن ده، انت بتحاول تكسرها وتحاول تخلي فيه يعني تفاعل كده، وتخليه ما بقاش كاره انه يجي الجلسه، وما بقاش كاره عمليه الرهاب، وتبدا تاهله بقى ان هو يعيش حياته بشكل طبيعي يعني. طيب العيانين لما بتيجي تقول لعيان ان احنا هنركب طرف صناعي، والله في عيانين اول ما تقول لهم طرف صناعي هو خلاص بقى انا عايز ارجع اتعامل والفانكشن بتاعتي تبقى زي قبل العمليه على طول. يعني في عيانين بتبقى مركزه قوي على الفانكشن وان هو عايز يرجين الجريتست ليفل من الفانكشن، في عيانين تانيين بيكون اهم حاجه عندهم الابيرنس، يعني شكل رجلي عامل ازاي، طب انا وضع الاجتماعي ايه بعد الامبيوتيشن ومش عارف ايه. يعني هو المعظم، اكيد المعظم بيكون همه الفانكشن، وبرضه فيها هتلاقي ناس همها الشكل، فانت برضه حاول تستوعب الجزء ده وحاول تاهل العيان نفسيا انه عادي حياتنا ما بتقفش بعد الامبيوتيشن، وهو يقدر يعيش بشكل طبيعي حتى بعد الامبيوتيشن. خد بالك بقى ان ساعات لما بتقول لعيان احنا هنركب طرف صناعي وهنحاول، احنا بتقول احنا هنحاول نوصل بيه يعني للماكسيمم فانكشن اللي نقدر عليها، العيان بيبدا يحط هاي اكسبكتيشنز عاليه جدا، وبيبدا بقى متخيل ان انا ان الليمب الصناعي ده هيبقى زي الطرف اللي هو الان امبيوتيتد، وهيقدر يمشي بيه وتعايش بيه. بس لا، انت من الاول مفروض تفهمه كويس ايه اللي هيحصل بشكل عقلاني كده، وتعرفه ان ده اداء ارتفيشال، يعني مهما حصل مش هتبقى زي الطبيعي. طيب تعال بقى نتكلم عن سكين كير. سكين كير بتاع الريزيديوال لمب، مش اي سكين كير. مهم جدا بعد الامبيوتيشن انك تحافظ على الطرف اللي لسه موجود في جسم العيان ده،
وانت بتعامله يعني هو مش حاجه شاذ، ده هو جزء من جسمه، فلازم تحافظ عليه بقدر الامكان. الهيجين مهمه جدا، والسكين كير بتاعه الجزء ده، لان هو زي اي بارت، دايما حاول تحافظ على الجزء ده كلين ودراي، ما يبقاش الويت، وما يبقاش فيه مثلا اي حاجه تبقى بيئه للبكتيريا. يعني لو العيان بتاعك البشره بتاعته بشره من النوع الجاف، ببدا استخدم لوشنز علشان ترطب الدنيا. الدكتوره هنا قالت ان كمان الزيوت مش افكتيف قوي، ده انت استخدم لوشن كريمي هيكون احسن للعيان، وهيكون الدنيا عنده مترطبه اكتر. يعني برضو خد بالك لو في ابورشنز او ابورشنز، يعني زي مثلا ايه، جلده مقشوطه او مقطوعه او كده، لو في قد جرح، لو في اي مشكله في السكن، انت حاول قد ما تقدر نعالج المشكله دي، عشان ما يبقاش بيئه للانفكشن يعني، وعلشان تسهل عليا عمليه ان انا ابدا اهله بقى ان هو يستخدم الطرف الصناعي. يعني برضو الفريكشن مساج، انا ممكن استخدم الفريكشن مساج لو عندي سكورز او عندي مشكله في التيشو او في ريستريكشن في الفاشيا مثلا تحت السكن، فهتعمل لي مشكله، فلا ببدا احاول اقيز السكار تيشو ده، اعمل له موبيلايزيشن كده بشكل كويس يعني، علشان احل المشاكل في السكن واقدر اتعامل بشكل طبيعي يعني. تمام. المساج اللي انا بعمله للعيان ده بعمله طبعا بشكل جنتلي، لما بعد الوند هيلينج، تمام، عشان ما يبقاش فيه انفكشن وما يبقاش فيه اي حاجه انا مش حاببها. الفريكشن مساج ده بعمله جنتلي تو موبيلايز السكار تيشو and help decrease the hypersensitivity of the residual lump to touch and pressure. فاكر ان احنا لسه قايلين من شويه في الفانتوم لمب ان العيان ده ممكن يحس ببين نتيجه اي حاجه بره، من بره يعني، مثلا خبطه او حاجه، لان هو اصلا عنده يعني هايبر سنسيتيف، بس خبطه، اول ما تتخبط خبطه كده وهو معدي جنب كرسي ولا جنب ترابيزه، يبدا بقى يحس ببين ووجع، لان هو الجزء ده فيه هايبر سنسيتيفيتي. فالمساج الفريكشنال مساج بيقلل معايا السنسيتيفيتي بتاعه اللمب ده. تمام. برضو كل ما عملت يعني early handling للريزيديوال لمب وبدات تتعامل معاه كده، ده بيحفز العيان وبينكرج ان هو يحاول يتعايش مع الوضع الجديد يعني، ويتحمله ويتقبل الحياه الجديده اللي هو عايشها. انت بتبدا تعلم البيشنت ان هو يفحص ويلاحظ الريزيديوال لمب ده قدام المرايه كده، علشان يتاكد ان مفيش اي سكورز او مفيش اي سورز بيت سورس مثلا قرح فراش او كده، خصوصا لو العيان ده عنده impaired sensation، زي مثلا العينين عندهم سكر، فدول ممكن يكون عندهم مشكله في السنسيشنز. فانت بتبدا تعلم العيان ده ان هو يلاحظ اللمب بتاعه لو في مشكله، لو في اديمه مثلا او كده. دايما الريزيديوال لمب بيتند ان هو يجمع ميه خصوصا بعد الشاور، ف is recommended يعني ان العيان يعني ده يستحمى بالليل مثلا، انه مش هيعمل مجهود، مش هيخلي رجله في عده ريكامبنت كده وهو قاعد طول اليوم، فيستحمى بالليل وينام ويعمل اليفيشن ويعمل بانداجنج. مهم جدا جدا ان العيان بعد الشاور يابلاي الالاستيك بانداج او الشرينكر، بعد ما يشيل اللي هو الريجيد دريسنج يعني وقت البيز او وقت الشاور. طيب لما العيان برضو يشيل البروسيسز اللي هو الطرف الصناعي، مهم جدا ان هو يراب اللمب ده علشان برضو ما يحصلش اديمه، لان الاديمه احنا مش بنعالج الاديمه في يوم ولا اتنين، ده بتقعد شهور ويمكن فترات طويله جدا لحد ما نبدا نقول ان احنا قدرنا نعالج الاديمه واللمف درينج يعني بقى كويس في المكان ده، يعني بياخد وقت كتير جدا. برضو من ضمن الحاجات اللي انت بتاخد بالك منها وبتعلم العين ياخد بالك من ياخد باله منها، ان الريزيديوال لمب ما بيبقاش فيه اي انفكشن او حاجه، لانه مشاكل الدرما كتيره، ممكن يكون عنده اكزيما، ممكن يكون عنده سيروزيس صدفيه، ممكن يكون عنده بيرنس نتيجه الراديشن او كده، فانت بتحاول على قد ما تقدر تحافظ على السكن بتاع العيان ده. التريتمنت للمشاكل اللي هي بتاعه الدرما دي ممكن يكون الترا فايلوت راديشنز، واير بول ريفلكس هيتنج، وحاجات تانية كتير. بس خد بالك ان الالترا فايلوت هيت ما تنفعش مع العيانين اللي عندهم فاسكولار ديزيز، والواير بول مش افكتيف ابدا ابدا لو العيان لسه بيتعالج من القديمة، لان اصلا هو بيزود السيركوليشن فده هيزود لي القديمة. فحاول على قد ما تقدر
تدي الانستراكشنز دي للعيان ان هو يخلي باله من السكان بتاعه، ميبقاش فيه قرح، ميبقاش فيه مشاكل، ميبقاش فيه تعوير، عشان ده ما يعطليش عمليه الرهاب بتاعتي. كل اللي احنا بنحكي فيه ده من اول المحاضره عشان اوصل ان العيان يكون على قد ما يقدر كده اندبندنت وقادر يتحرك من غير الكراتشز، يرمي الكراتشز دي، يبدا يتعامل بالطرف الصناعي. هو مش هيرمي الكراتشز قوي يعني، هو برضه هيعتمد عليه، بس يبدا يتعامل بالطرف الصناعي كانه جزء من حياته يعني، يبدا بقى ايه يستعيد عن الجزء اللي حصل له امبيوتيشن ده ويعيش حياته بشكل طبيعي. احنا كده شباب خلصنا المحاضره الحمد لله. انا عارفه ان المحاضره طولت شويه لان فيها ديتيلز كتيره، بس احنا حاولنا على قد ما نقدر نختصر ونوضح كل حاجه، برضو ما بقاش في حاجه مس مننا. انت بعد ما خلصنا المحاضره دلوقتي هتروح دلوقتي على طول تقرا البي دي اف. ما تقلقش، البي دي اف ممكن يبقى طويل شويه، بس انا حاولت اخلي لك السلايدز بسيطه يعني. انت بس كل ما تبص على سلايد بص على الكلمات الملونه الكلمات المنوره، انت كده جمعت المهم اللي انت محتاجه من السلايد دي. شكرا لكم شباب، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من المحاضره، وادعوا لنا بقى ربنا ييسر لنا امورنا في المتر.